معنيين في هذا المجال سواء الجهات الاتحادية النقابية أو كذلك أصحاب المصانع والمعامل بمراعاة حقوق العمال وتخصيصاتهم وتحسين معيشتهم. هذا الأمر مهم جدا، ونحن سوف نتابع هذا الأمر عن طريق الجهات المعنية الاتحادية وكذلك عن طريق اللجان المعنية في مجلس المحافظة حتى نتأكد من واقع العمل وعدم لا سامح الله يعني أن يقع العامل تحت طائلة التعسف لا سامح الله في موضوع العمل وفي موضوع المستحقات. يجب أن تكون حسب العقد الموجود وحسب القوانين والأنظمة والتعليمات الموجودة، وكذلك السلامة، سلامة العمال في مكان العمل، وكذلك يجب أن يتمتع بكل مستحقاته واستحقاقاته الوظيفية من الإجازات المرضية والاعتيادية وإلى آخره. فإذا هنالك علاقة إيجابية جدا بين العمال وبين أصحاب العمل والمصانع وكذلك بين العامل والعملية الاقتصادية بشكل عام في المجتمع. نحن لازم يعني نتجاوز مفهوم العامل بأنه يفتقر إلى مستوى معين من المعيشة، هذا المفهوم خطأ جدا. يعني هو كمثال بسيط أنتم تعرفون، لنفترض إذا أنتم موجودين هاي المعامل كيف راح تعمل؟ كيف الناس راح تستلم حصتها من المواد الغذائية سواء الطحين أو غير شيء؟ فإذا أنتم مهمين جدا. موضوع الحقوق والامتيازات أيضا مهم، ممكن أنه في أي وقت كان عن طريق الاتحادات والنقابات وعن طريق المجموعات الضاغطة والجروبات أنه تقومون بالمطالبة بحقوقكم إذا اقتضت الضرورة. أنا حبيت أشارككم اليوم في هذه الفرحة، فرحة استذكار أو إحياء مناسبة 1 أيار عيد العمال. مرة أخرى أشكر كل الحضور من المسؤولين وكذلك من إخواني من أهالي التلكيف وغير تلكيف أيضا من العمال، وبالتأكيد الوجوه سواء الشياب أو الشباب كلهم ما شاء الله نحن نفتخر بكم، وإن شاء الله راح تشوفون الأوضاع راح تكون نحو الاستقرار بشكل أكثر ولكن بشكل تدريجي. بعض الأمور لا زالت غير واضحة فيما يتعلق بالملف الأمني، هذا يتعلق بالانتهاء بشكل كامل من عملية استعادة الموصل ونينوى بشكل عام، ولكن أنا أحب أوجه رسالة إلى كل إخواني في تلكيف وفي كل محافظة نينوى أنه لازم نثمن ونقدر دور وتضحيات أبنائنا من القوات الأمنية، وفي نفس الوقت نأكد على الالتزام التام بحفاظ كرامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي نفس الوقت بالنسبة لنا كحكومة نينوى المحلية ملتزمون بالدستور وبالقوانين، وفي نفس الوقت فيما يخص الملف الأمني نحن نؤكد يجب تمكين الشرطة المحلية وتزويدها ومساندتها بكل المستلزمات والآليات، وكذلك إمكانية إعادة المفصولين منهم بعد التدقيق الأمني وفتح باب التطوع بشكل مستمر. ونحن يهمنا أنه الشرطة تمسك الملف الأمني داخل المدن والقصبات، وكذلك بعد التحرير الكامل أن يكون للقوات الأمنية الأخرى أماكن أخرى خارج المدينة في ثكنات معينة يتم الاستعانة بها عند الضرورة. هذه هي توجهاتنا بشكل كامل.
مرة أخرى طبعا أشكر كل القائمين على ترتيب وتنظيم هذا الملتقى وهذا اللقاء. سعيد جدا بلقائي بين أهلي في تلكيف وأخواني من كل الأطياف، وأكيد راح نلتقي بالفترة القادمة بشكل آخر إن شاء الله، وأكثر راح تكون لقاءاتنا، وراح تكون هناك نشاطات أخرى أيضا في تلكيف وفي مناطق أخرى تتعلق بإعادة الاستقرار بشكل عام، ومن ثم ممكن أنه نأكد على موضوع المشاريع والإعمار بشكل عام في الفترة القريبة القادمة. I'm going to start with the first one.